سبحي الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صهيون، أنه قد قوى مغلق أبوابك وبارك بنيك فيك، وبارك بنيك الذي جعل تخومك في سلام، ويشبعك من شحم الحنطة، الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا. المعطي الثلج كصوف، المزر الضباب كالرماد، ويلقي الجليد مثل الفتات، قدام وجه برده من يقوم، يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفرائده وأحكام لإسرائيل. لم يصنع هكذا بكل الأمم، وأحكامه لم يوضحها لهم. هللويا هللويا هللويا. نقول تاني للتحفيظ، نقول الجملة مرتين. سبحي الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صهيون، سبحي الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صهيون، لأنه قد قوى مغاليق أبوابك، لأنه قد قوى مغاليق أبوابك، وبارك بنيك فيك، وبارك بنيك، وبارك بنيك فيك، وبارك بنيك الذي جعل تخومك في سلام، ويشبعك من شحم الحنطة، الذي جعل تخومك في سلام، ويشبعك من شحم الحنطة، الذي يرسل كلمته إلى الأرض، الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا. المعطي الثلج كصوف، المزر الضباب كالرماد، المعطي الثلج كصوف، المزر الضباب كالرماد، ويلقي الجليد مثل الفتات، قدام وجه برده من يقوم، يرسل كلمته فتزيبه، قدام وجه برده من يقوم، يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب، تهب ريحه فتسيل المياه،
المخبر كلمته ليعقوب وفرائضه وأحكامه لإسرائيل وفرائضه أحكام لإسرائيل. لم يصنع هكذا بكل الأمم، لم يصنع هكذا بكل الأمم، وأحكامه لم يوضحها لهم، وأحكامه لم يوضحها لهم. هللويا هللويا هللويا.